السلام عليكم. اليوم نروحوا للحي تاع الاعمال تاع باب الزوار اللي نتعرف على التهيئه الداخليه نتاع المقر الجديد للخطوط الجويه الجزائريه. اذا نخليكم تابعوا هذا الفيديو حول الديكور والتوزيع نتاع الفضاءات داخل اذا المقر الجديد تاع ار الجيري. اذا نترككم تتابعون اذا بمناسبة زيارة نتاع الطلبة نتاع الهندسة المعمارية نتاع ليبو بالحراش اذا الى المقر هذا. نخليكم تتابعوا الفيديو هذا حول الموضوع والسلام عليكم.